2010 في اراضي الاولاد الاولاد او البافانا بافانا ضبهم كل شيء عندهم. توني كروس توني كروس اللي مفتاح وسط الميدان في ساقيه وفي ساقيه الهدف الاول 1-0 باسكال شوين التايجر جول التايجر جول التايجر ينهيها في 7 دقائق من الشوط الثاني. بيب غوارديولا يغرد خارج السرب المنشن يسجل 3 اهداف بين رحلة ذهاب وبين تأكيدات العودة ونقطة العودة يا الأرسنال 1-0. انفخ يا بنجير انفخ انفخ وصيح وعاقب واشتم ولكن لن تتخطى الماكينات. فالألمان يعودون بكل سهولة بالراحة يرتاح يحطها الجباين تايجر اللي يريح المناصرين. ملا نابليون ريبيري يا بكري ما تلقاهاش ملا هفوة في قلبي الدفاع وكثر الضغط يولد الانفجار وكثر الضغط يفاهد يولد الفرص والفرص تاتي باخطاء المنافسين وكره تاتي بهدف وغوارديولا يقول هدف التور لباستيان شفاينشتايجر ثاني اهدافه في الرابطه هذا العام في مباراه رقم 80. البرتغال نحو الطريق لسابوا من اجل 24 ماي فاينل الشامبيونز ليج. من سيقدر على البايرن؟ من سيقدر على المنشن؟ البايرن اللي اول مره من سنوات وكره من بودولسكي قريب الجول الله الله يا الالماني هدف التعادل لوكاس بودولسكي لكن ممكن مسبوقه بخطا. بودولسكي يتعدى بودولسكي يتجرى بودولسكي يسرع بودولسكي يسدد بودولسكي يسجل وفنجير يقول لو كانت قبل هدفهم لو كان قبل هدفهم لا بيطلب الفاول. النرويجي يقول العب ايش عملت له يا لوكاس ايش عملت له بيديك والكوره الان بساقيه يعطيه باليسار بومبا بومبا في مرمى مانويل نويل ليندو 1-2 جيرو احسن حاجه يعملها في حياته من قدومه لانجلترا يعطي لوكاس بودولسكي بودولسكي في المرمى. ماذا اقول عن الجديد بهذا التعادل؟ هل يعود الامل يا ارسنال؟